مازن حضرتك معانا شخصية محترمة جدا كان ليهم دور كبير في اتحاد الكورة، كان رئيس الاتحاد السابق. معانا الكابتن عصام عبد المنعم. مساء الخير يا فندم، واهلا بحضرتك في البيت الكبير. اهلا بيك، مساء الخير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير؟ كله تمام الحمد لله. طب الحمد لله. معايا طبعا ضيوف الكبار، الاستاذ محمود صبري والاستاذ محمد القوسي. كنا بنتكلم يا فندم على نقطة مهمة جدا، وان مشاكل الكره المصريه والتخطيط لللونج بلان، ان مفيش في الاتحاد المصري مفيش تخطيط حتى لمده 10 سنين جايه، وده نتمنى يكون موجود، ان في تخطيط للكره المصريه بشكل عام لمده 10 سنين ونبدا نشتغل على الكلام دوت. ايه راي حضرتك؟ اولا طبعا انا بحيي الاساتذه اللي موجودين يعني ومولادنا، لكن برضو ناس محترمين الحقيقه. ويعني اعتقد انه الكره المصريه محتاجه ان احنا يعني نخش العصر من ناحيه التخطيط العلمي يعني، وانه المجالس المنتخبه مش بالضروره ان هي تقوم بالعمل التنفيذي المتخصص، يعني لابد ان تكون هناك يعني رؤيه لاختيار خبرات محترفه في اللجان المختلفه تتميز بالخبره في المجال اللي هتشتغل فيه، سواء كان التخطيط او كان التحكيم او المنتخبات، نظام المسابقات، كل هذه الامور دلوقتي محتاجه الى ناس متخصصين وبيعملوا باجر، يعني مفيش حد دلوقتي في كل الاتحادات الدوليه والاتحادات القاريه والاتحادات الوطنيه اللجان هي اللي بتدير، وهذه اللجان تتكون من خبراء على درايه وعلى علم في التخصص بتاعهم، يتقاضوا مرتبات، لان هو بيشتغل فول تايم جوب، يعني هو بيشتغل بيجي دوام كامل وبيشتغل الصبح وبيشتغل بالليل. هي دي شغلته الوحيده، ان هو عنده لجنه بيديرها وعنده شغل بيديره فول تايم، ده شغله وبياخد عليه هو بيكلف وما بيخترعش، وبيكلف من البورد، البورد بيقول له مزبوط. خد القضيه دي او خد الفايل ده او الملف ده واعمل لي فيه الدراسه واديني النتيجه، وبيجمع الحاجات دي، هو بقى بياخد القرار كهيئه كجهه سياديه او جهه سياسيه، هو ده المجلس او هو ده البورد اللي بيكون منتخب. كلام حضرتك بتقوله مهم جدا، بس ليه ما بيتطبقش في مصر؟ ما هي دي احنا بنمر بمشكله. ساعات الواحد بيتكلم عارفين الطريق كويس قوي، لكن ليه الواحد ما بياخدش الطريق دوت، او ليه ما بننفذش؟ يعني هي دي المشكله. يعني الحقيقه انا مش عارف الكلام ده، طبعا هو في النهايه احنا دلوقتي في مرحله يعني غير طبيعيه، مرحله يعني الدوله هي اللي بتتدخل، وده تدخل حكومي بس مقنن من الفيفا، انه الحكومه هي اللي بتعين مجموعة. لا احنا بنتكلم بشكل عام كابتن عصام، على احنا بنتكلم ده مرحله انتقاليه، ما فيش شك في لجنه بتدير دلوقتي، لكن احنا بنتكلم على لونج بلان، بنتكلم على اتحاد كوره وبنتكلم على لونج بلان. حضرتك بتتكلم كمان على جزء اداري وكمان الجزء الفني، زي ما قلت يمكن كان في تخطيط بالنسبه للاتحاد الالماني لمده 10 سنين او 20 سنه لقدام، نفسنا نشوف الكلام ده موجود في مصر ونبدا نشتغل بشكل علمي. هو يعني مفيش حاجه تقدر تمنعنا الا ان احنا يعني ناثر المده بتاعه الوضع اللي هو يعني استثنائي اللي موجود حاليا، ما نقعدش كل شويه نمد فيه علشان نرجع للشكل الطبيعي الديمقراطي العلمي السليم وتمشي المساله، انما كل شويه هنمد في الوضع الاستثنائي، ما اعرفش بقى ده يعني لمصلحه مين يعني. لا ان شاء الله المده يعني الناس بتقوم اعتقد بشغل كويس، لكن طبعا دي امور ان شاء الله تتحل في الفتره اللي جايه، ونشوف ان شاء الله كورتنا واتحادنا على مستوى المطلوب وعلى المستوى الدولي ان شاء الله. كابتن عصام بنشكر حضرتك جدا جدا، شكرا ليك.